قاعد مع الإسلام. قاعد مع الإسلام. الإمام الخميني المرجع مالتنا وإحنا نتقدس به وإحنا نحبه مو اليوم والبارحة من سنين من سنين يعني بس الظلم والجر هو اللي ما خلانا لهذا الشيء يعني ننجذب له أزيد يعني والحمد لله كل مردوم العراق كل مردوم العراق يعني محبة الإمام الخميني هذه الصور التي وضعها المؤمنون نحن مع احترامنا لجميع هذه الشخصيات القيادية للأمة الإسلامية وبالخصوص لشيعة آل البيت ولكن اللجنة الإدارية في الحرم المقدس لا تسمح ولم تأمر بوضع هذه الصور وهنالك لوحة إعلانات يسمح لمن يريد أن يعبر عن رأيه كصورة لأحد أحبائه أو مراجعه أو أنه إعلان يريد يضعه في لوحة الإعلانات أما هذه الصور فهي عمل فردي يعني ونحن نرفعها باستمرار كل فترة نحاول نرفعها هذا الأمر يعني